السلام عليكم، تحياتي يا زملائنا. اليوم إن شاء الله رح نكون بالمحاضرة رقم 5 من مادتنا فلسفة التربية أو فلسفة التعليم. رح نعمل شير. وصلنا بالمحاضرة السابقة للبرنامج، أو خلينا نقول للمنهج أو المذهب الواقعي، وكيف يتعامل المذهب الواقعي مع العملية التعليمية، وكيف يراها وكيف يطبق هذا الأمر. في البرنامج التعليم الواقعي كما في المثالية، يتم إعداد المواد من خلال النظر إلى مستوى استعداد الطلاب، بمعنى أنه بنحاول أنه نعمل من أو نحضر مواد المنهج حسب المستوى العلمي للطلاب، أو حسب الاستعدادات والمهارات اللي هن عندهم أو اللي تم تأهيلهم عليها، بحيث أنه يتم التعامل مع هذه المواد بخبرات موجودة. يعني مثلا ما بجي انا بطلب من طالب الصف الاول او الثاني انه يكتب لي موضوع باللغه العربيه وهو بعده عم بتعلم احرف، وبعده يمكن لسه ما قدر انه يكون جمله كامله، او يمكن خلينا نقول بالفصل الثاني من الصف الاول، او بالفصل الاول من الصف الثاني، حتى يا دوب يكتب يقدر يكون جمله. فانا لما بدي اعمل المنهج يعني حسب الواقع، على فكره البرنامج التعليم الواقعي الى حد ما يعني جيد. ليش؟ طبعا احنا ما بدنا نوصف او نحكم على كل منهج او كل مذهب ونقول مدى صحته وعدم صحته وكفاءته وعدم كفاءته، بس الى حد ما الواقعي ينطلق من امور موجوده، يعني من مشاكل موجوده، وبنفس الوقت من كفاءات موجوده. انا كيف بدي اعلم الطالب لشيء لسه هو اصلا ما عنده خبرات فيه؟ لذلك هن بيحاولوا انه يعدوا المواد ويقدموا المواد حسب مستوى اعداد الطالب، ومن ناحيه من استعداد الطالب، ومن ناحيه ثانيه من ناحيه ثانيه من حيث خلينا نقول المعرفه والمهارات اللي بيكتسبها الطالب اللي بتكون متكامله ويجب اعطائها من خلال الجمع بينها. بمعنى انه انا بالصف الثاني بيقدر هذا الطالب مثلا انه يحكي جمله كامله او يالف جمله كامله، فبقدر انا بالصف اللي بعده حسب المهارات والخبرات اللي انا أعطيته إياها في المرحلة السابقة بقدر إني أطلب منه مهمة جديدة أو مهمة أصعب إلى حد ما. بمعنى لا أعطيه أو لا أطلب منه مهام ما عنده الخبرات المناسبة للعمل فيها. يعني مثلا أنا ما بقدر أطلب من طالب الصف السادس أو السابع إنه يحل لي معادلة من الدرجة الثانية بالجبر. ليش؟ لأني ما عنده الأهلية الكافية، ما عنده الخبرات الكافية، أنا ما علمته، أنا ما أعطيته المهارات المناسبة حتى يقدر إنه يحل لي هيدي المعادلة. فلذلك ينظر منهج التعليم الواقعي بأن لكل علم موضوع مختلف، لذلك يجب التعامل مع الجوانب المختلفة. فالعلوم الطبيعية طبعا حسب وجهة نظر الواقعيين، العلوم الطبيعية هي أهم فروع العلم. ومن ناحية أخرى يقول أن المعلمون الواقعيون يجب التعامل مع جميع فروع العلوم وفحصها في قضية علاقة التأثير، بمعنى كم التأثير اللي ممكن إنه يكتسبه، أو اللي خلينا نقول إنه مدى التأثير الحقيقي لهذا العلم عند الطالب. هذا الموقف هو الممثل الأكثر أهمية والكلاسيكية لمنهج التعليم الواقعي، وهذا الحكي إلى حد ما صحيح. أنا بدي أجي أعلمه للطفل، طبعا في مراحل عمرية متفاوتة، بدي أعلمه الشغلات اللي لازم هن يكتسبوها، أو اللي لازم إنه تكون جزء من مهاراتهم، بحيث إنه يعني تأثر في حياتهم، تساعدهم في حياتهم، تكون مهارات وخبرات تضل معهم كل حياتهم. يعني هلأ أنا شو بيفيدني الطفل إذا رحت علمته شو أجزاء من علم الفلك، أو شيء من الميتافيزيقا، أو شيء من العلوم المتقدمة واللي إلى حد ما التعامل معها أو معرفتها ما رح يضيف له قيمة في حياته. هلأ كل العلوم قيمة، ما اختلفنا، وما في علم في الدنيا ما له قيمة وما له ميزة، ولكن أنا لما بيكون في عندي هذا الطفل في عملية التعليم أنا بدي أعلمه الأشياء اللي بتساعده في بناء شخصيته وبتساعده على التعامل مع الحياة. يهدف أرسطو لتثقيف الناس أخلاقيا بدءا من مواطنيه ضمن الإطار العام للتعليم الأساسي، ثم من خلال إنشاء مؤسسة تعليمية تتماشى مع التعليم الأساسي، حيث أن المنهجية الخاصة يتم تضمين العلوم النظرية في مناهج التعليم وكذلك العلوم الطبيعية. بمعنى أنه عم بيقول أرسطو لابد أني أعطي الإنسان أول شيء كم من الأخلاق، يتعلم السلوكات الأخلاقية المتعارف عليها والمعمول بها
ضمن المجتمع الموجود فيه، ومن ثم بنشئ مؤسسة تعليمية بتتماشى مع التعاليم الأساسية، بحيث إنه نعطيه كم من العلوم النظرية وبنخلي بنكون من خلالها العلوم الطبيعية. من ناحية أخرى يجب تقديم المواد في هيكلها الطبيعي وتنظيمها في هيكل أكاديمي، وهذا الحكي صحيح، ويجب أن يكون المنهج الدراسي الذي يتم تدريسه في المدارس منظم ومعالجته وفقا لمحتوى مناسب لهذا الهيكل. يعني أنا بحط هيكلية عامة للمادة اللي أنا بدي أدرسها، وبتدرج بقى وبنظمها في كل صف مستوى معين من العلم، برجع الصف اللي بعده مستوى آخر أو متقدم أكثر، والمستوى اللي بعده إلى وهيك بشكل متتالي وبالتدريج، بحيث إنه أقدر أنا أوصل أو أوصل ما أريد أو ما هو مناسب لهذا الطفل في المراحل العمرية المختلفة. لأن المدارس هي عالم صغير للذكاء، أي أن بنية المعلومات المراد تعلمها يجب أن تكون أو تحدد طريقة الوصول إلى هذه المعلومات. إذا أراد أن يصبح مؤرخا يجب إجراء بحث مثل المؤرخ. إذا سيتعلم الأحياء يجب استخدام تجربة وطرق الملاحظة مثل علم الأحياء. وعلى الرغم من أساليب المختلفة في المناهج الواقعية، فقد وضعوا في جميع التخصصات المركز المعلم في المركز الأول، من ثم وضع الطالب في المركز الثاني. شو بدي أقول يا أنا بدي أعطي الطالب كم من المعلومات وبعدين بشوف خياراته. إذا كان بده يطلع مؤرخ فأنا لازم إنه يقدم لي شيء متناسب مع هذه المهنة أو هذا النوع من العلم، يقدم لي بحث. إذا كان بده يشتغل بعلم الأحياء روح أعمل لي تجربة في المخبر، وقدم لي فرضية واستخدم الملاحظة، طرق الملاحظة مثل عالم الأحياء تماما. لذلك وفق كل وعلى الرغم من كل هذه الأساليب المختلفة في المناهج الواقعية، إلا أنه المركز الأول في العملية التعليمية كان للمعلم والمركز الثاني كان للطفل. معلش ما تكتبوا لي أسماءكم هون مثل المرة الماضية. شكرا جزيلا للي كتب لي الأسماء الموجودين وبعث لي إياها. كل الأحوال عدد الموجودين 45، من دوني 44. لنشوف قديش عددكم. ثواني بس. أو ماي جاد، عددكم بيتجاوز 80. إذا قلنا أنا ودكتور حسن العميد موجودين، هاي اثنين. أو ماي جاد، عددكم بحدود 84، وما في عندي حضور غير 46. أوكي نايس، يعني 42 غايبين أو 40. 40 بالضبط غايبين، سوري 40 بالضبط غايبين. anyway رح نرجع هذا الأمر مع العميد. اللي بيحضر هو لنفسه بصراحة. تمام، نرجع لموضوعنا. هلأ وصلنا للمذهب العملي أو البراغماتي. كثير سمعنا كلمة البراغماتية أو بنسمع كلمة البراغماتية في حياتنا العامة، وهي مستخدمة على فكرة كمصطلح متعارف عليه في ثقافتنا. طبعا هو مو من ثقافتنا ولكن متعارف عليه. إذا سمحتوا حدا منكم إذا بيعرف شو معنات البراغماتية يكتب لي شو معنات البراغماتية إذا بتعرف. حدا منكم بيعرف شو براغماتي؟ براغماتي هو متسلط. طيب وجهة نظر أخرى؟ أسيب معنى متسلط أو شخص براغماتي فوقي، يعني هيك كان يمكن بياخذوها. بعدت شوي، ما في مشكلة. هلا بنشرح شو معنات البراغماتي. مذهب يعني الصدق والأفكار. اسم حزب؟ لا والله يا نورة ما اسم حزب. هي سلوك، أو خلينا نقول عقيدة من نوع ما. لا ما هو شخص فيلسوف، لا لغة ومجتمع كمان. لا تقول عنها هي كلمات، هي عبارة عن كلمات مثلا، مفردات أو شغلات لحل المشكلة. لا. طيب أوكي رح نشرح إيش معنات البراغماتية. براغماتية يا جماعة هي نوع من أنواع التفكير، وكانت بفترة من الفترات غالبة جدا على طائفة من الناس. أثبتوا أنه أي شيء يمكن أن نحكم عليه بأنه جيد هو بسبب المنفعة التي يقدمها.
بمعنى أي فكرة تكون ناجحة، وأي قضية تكون ناجحة، وأي قانون يكون ناجح، هو القانون الصح اللي لازم نتعامل معه. لذلك افتراضه الأساسي كل شيء براغماتي، بيقول عن واحد براغماتي بمعنى أنه يعني بيتغير، قائم على فكرة التغيير، ودائما يذهب إلى مصلحته، وبيحاول أنه يحقق منفعة من نوع ما. لذلك براغماتية بتعتمد بشكل عام على افتراض أساسي لاختيار المنفعة العملية عند اتخاذ القرار. يعني أنا مثلا موبايلي هذا اللي بين إيدي، هلا لقيته أنا بحكي معكم موجود بين إيدي، ليش أخذته لهاد؟ شفت فيه مواصفات معينة بتحقق لي شيء من الفائدة، فأنا اخترته لأني في شيء من المنفعة غير موجودة بموبايل أقل منه مثلا. ليش أنا أخذت اللابتوب كور اي 7 اللي هو بين إيدي وعم بشتغل فيه مع كل؟ لأني شفت إنه مواصفات الكور اي 7 أحسن من مواصفات الكور اي 5 اللي كان عندي. فأي شيء بدي أقتنيه، أو أي شيء بدي أعرف إنه ينفعني لحتى أقدر آخذ قرار فيه، فأنا ما بروح بجيب الشغلة بس لأني جيدة ولأني مناسبة وجهة نظر الآخرين، لا، أنا بدي أشوف مقدار النفع اللي بدي تحقق لي إياه. فأنا أي قرار بدي اتخذه بده يكون عم يحقق لي مقدار من النفع، مقدار من الفائدة، مقدار من النجاح ما كان موجود عندي سابقا. فالبراغماتية هي إنه أي شيء بدي اختاره بده يكون بناء على منفعة حقيقية أقدم لي إياها. أفضل طريقة لحل المشكلات هي العملية والتجريبية، بمعنى إنه ما بؤمن بشيء إلا من خلال تجربة. ومن الممكن تلخيص بعض سمات الفلسفة البراغماتية في سياق مجالات الدراسة بما يلي: 1، يمكن تلخيص الآراء حول الفلسفة البراغماتية في السياق الأنطولوجي على النحو التالي: جوهر الواقع هو التغيير، وهيدي حقيقة. جوهر الواقع هو التغيير، والثابت الوحيد في الحياة هو التغيير، وهو نتاج لتجارب بشرية حقيقية وقيمته تقاس بالفائدة. لاحظوا يا جماعة، بالبراغماتي الشيء اللي بيحكم البراغماتي هو المنفعة والفائدة، كل شيء منفعة وفائدة برقد عليه. هيك أنسي أنا وجهة نظر. أنسي أنا شوي عليكم قلت لك السلام. إنه هو عم يبدأ شخص متسلط أو محب لنفسه، هيك أنا حكيت. انت ما وضحتها يا مصطفى، مو مصطفى؟ إيه أنسي مصطفى؟ تمام، يا هلا جيد كلامك يا مصطفى. اذا كان هيك عم تقصد فمعناها صح. اذا كان هيك السلام عم عليكم. تقصد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور، فينا نقول إنه المذهب البرجماتي هو الأفكار وعواقب المنفعة. هلا هي كل فكرة ما بتكون صحيحة بمقدار النسب، بمعنى ما انه هون ما بيستنى العواقب، بيوصف منافع، بيدرك انه هي المنافع. طيب ليش هو بيدرك انه هي منافع؟ اني جربها. لاحظ 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 هون شو قلنا، انه افضل طريقه لحل المشكلات هي العمليه والتجريبيه. انا جربت شيء وشفته انه نافع. انا وقت رحت على محل الموبايلات قدم لي 1 2 3 من الموبايلات، شفتهم كلياتهم، شفت ميزاتهم كلياتهم، جربت هذا الموبايل لقيته هو انسب شيء لي، فانا ما اخذت قراري انه مناسب ومنافع لي الا عن طريق التجربه. تمام، فهي البراغماتيه انا ما بقدر اقول عنها انه سيئه، ولكن كل ما هنالك انه محور المحرك فيها هو المنفعه. من هيك البعض بيعتبرها، نعم طيب دكتور، ما فينا نعتمد على تجارب الغير فيها وناخذ الفائدة نحن اللي لازم نحن نجرب؟ هي ما هي مو لهالدرجة، بس نحن عم نحكي انه هيك مبدأ. ولكن انت في مثل بيقول الذكي اللي بيستفاد او اللي بيتعلم من درس غيره. لما انا بشوف مثلا اخوي هذاك اليوم عم بيقول لك: يا عبير ليش ما اخذتي الموبايل الفلاني، هذا الموبايل كتير مناسب. قلت له يلا الله قسم لي جبت هذا. ليش؟ لان الموبايل مع اخوي كتير منيح وشافوا انه في ميزات، فانا ما حد اخذت منه. لو اني اخذه منه فانا بكون براغماتيه، بس بناء على تجربه مين؟ على تجربه شخص اخر. هالحكي اللي عم تحكيه صح، بمعنى انه اثبتت هيدي الفكره نجاحها. فهمت علي شو القصد؟ اثبتت هيدي الفكره نجاحها، فانا باخذ فيها. هذا ايه القصد. تماما، هذا القصد. اي شيء يثبت انه او اثبت انه ناجح ويحمل منفعه او فائده من نوع ما، فالتعامل معه هذا اللي اسمه البراغماتية، أنه أنت متحول ومتغير وفق منفعة أو فائدة معينة. بالنسبة للفلسفة البراغماتية في السياق الأنطولوجي يعني الوجودي والحياة بشكل عام،
يقول أن الواقع جوهره هو التغيير، وهو نتاج لتجارب بشرية حقيقية وقيمته تقاس بالفائدة. ووفقا للبراغماتية، التغيير هو جوهر الواقع، والواقع هو عملية تتشكل من تجاربنا نحن. ومع ذلك في خلق الواقع يكمل الناس وبيئتهم بعضهم البعض. وهون ما أهملت البراغماتية أبدا أن الواقع هو عبارة عن بشر، كل واحد منهم يكمل الآخر، وهذا أصلا جوهر الاجتماع البشري. وفقا للفلسفة البراغماتية، يمكن إدراج الصفات التالية في السياق المعرفي. في المرحلة الأمومية أو في التعليم الأمومي، المعرفة لاحقة، بمعنى أنه يتم اكتسابها لاحقا. المعرفة والطريقة العملية من خلال، أو أنه التعلم هنا يكون من خلال التجربة والخطأ، بمعنى أنا لما بخطئ بشيء بدرك أنه هذا شيء خطأ، فأنا بتخلى عنه مباشرة. هون صار في تغيير، ولكن شو تغيير؟ في ابتعاد عن خطأ أو ابتعاد عن سلبية. في البراغماتية المعرفة تكتسب من خلال التجربة، وهيدي اللي بتهمنا بصراحة. كل البراغماتية، نحن كطلاب تربية بهمنا نعرف في البراغماتية أن المعرفة، أو بتقول أنه المعرفة، أو تعتقد أن المعرفة هي تكون فقط من خلال التجربة. إنها فرضية مقبولة ولها قيمتها الحقيقية، قيمة الدقة عن طريق الاختيار أو الاختبار لاستخدام المنهج العلمي المناسب، خاصة الاستقراء للحصول على مقترحات محددة. بمعنى أني ما أخذ أنا العلم إلا عن طريق استخدام منهج علمي. المنهج العلمي بيعتمد على الاستقراء حتى أوصل إلى مقترحات جديدة أو مقترحات محددة. بالنسبة للقيم، حسب البراغماتية القيم تتغير باستمرار، وهي مشكلة بقى، لأني إلى حد ما صار في غلو بموضوع البراغماتية، وما عاد إنه في بعض القيم الأخلاقية السامية والمطلقة، واللي ما بتت... اللي ما المفروض يطرأ عليها أي تغيير، فطال التغيير أيضا، حتى إنه القيم تتغير باستمرار، والحقيقة بصناعة البشر بالتفاعل مع البيئة. القيم الإنسانية بالنسبة لألون هي نتيجة اختيارات الإنسان، والاختيارات اللي تتكون منها الشخصيات تحددها القيم. فالقيم اللي أنا بدي أعمل فيها واللي بدي أؤمن فيها هي بناء على اختياراتي أنا، بناء على تجاربي أنا، بناء على ما قدمته لي من فائدة ومنفعة. نرجع بقى على وجهة نظرنا في التعليم، لحد هلأ في أي سؤال؟ صحيح؟ لا انسي، واضح انه خلص بنفهم انه البراغماتي هو اي شخص منفعته، وشخص بيهتم بتغيير الواقع اللي عايش فيه صحيح، بيتغير لكسب دائما. المنفعة. صحيح، صحيح، بيتغير دائما. دائما بيقولوا عن واحد انه براغماتي لانه بيشوفه بيتغير دائما وبيركض ورا مصلحته. هيك من الاخير، اختصار شديد جدا. البراغماتي هو اللي بيتغير كل دقيقة لحتى يوصل الانسان لمنفعة. مصلحتي. بس بالضبط. هذا الشيء برايي غلط، يعني مثلا الواحد يتغير لحتى للمصلحة، هلا لاقول لك بقى دائما المشكلة، لازم الانسان يسعى لمصلحته للتطوير. على فكرة مين صديقي، مصطفى هلا معي؟ مصلحتك ما احسب غيرك. أها، هون الفصل، خليني بقى أحكي أنا، أفصل بيناتكم، تفضل يا معلش. سيدي. تمام. هلا أي إنسان بالفطرة إنه بيسعى دائما لمصلحته، وهي بديهية، تمام؟ وأنا لا أنكر على أي إنسان إنه يرقد ورا مصلحته، بس مشكلتنا نحن إنه هذا الإنسان ما بيخلص من تعليقات الآخرين، وما بيخلص ابدا من نقد الاخرين. معلش تعملوا لي ميوت كرمال الله، بيعمل تشويش رهيب. فهذا البراغماتي اللي عم يرقد ورا مصلحته ما بيخلص من خلينا نقول من ذم الاخرين له. فصارت البراغماتيه مذمه، ليش؟ لاني للاسف يوصف اي انسان بيتغير وبيرقد ورا مصلحته بانه انسان سلبي، فصاروا يقولوا عن اي واحد بيحاول انه يحقق منفعته بانه براغماتي. هلا البراغماتيه بحد ذاتها ما هي سلبيه، ولكن لما يصير في اذيه من نوع ما، خليك معي، يصير اذيه من نوع ما للاخرين بسبب سلوكك وتغيرك، هون تصبح البراغماتيه سلبيه. تمام؟ فانت لما بيكون طول ما انك عم تسعى لنفسك او تسعى تحقق لنفسك منفعه معينه، فهي البراغماتيه الايجابيه وكل الناس معاها وما حدا ضدها. ولكن لما بيكون في اي اساءه تمام للاخرين، دكتور، فهذا هون المشكله. هلا من حقك انت يعني تروح مثلا تشوف تدريب معين
هالتدريب هذا بيعطيك مهارة جيدة حطيته بسي فيتك، قبلتك منظمة معينة أو بتروح لبوزيشن معين، هي براغماتية إيجابية، تمام؟ ولكن الأسماء لما الواحد أنت يبني، ها الأسماء أنا الواحد بتقول يعني يبني تماما على الآخرين، على حساب على الآخرين، الآخرين تماما. تمام؟ هلا اذا في من المغالين، انا هاي اللي بدي احكيه، في كتير مغالين بالبراغماتيه بتقول لك انه لجهنم الاخرين المهم انا، هاي سلبيه، هاي سلبيه، كثيرين بيفهموا البراغماتيه غلط، انه هو بيعتبر حاله انه هو براغماتي، انت هون مانك براغماتي، انت هون سيلفش، انت هون اناني، تمام؟ لاني انت مدرك انه في اذيه لحدا غيرك ورغم ذلك مكمل، هاي ما هي براغماتيه، ابدا ما هي براغماتيه، براغماتيه ما بتسيء للاخر يا جماعه، أنا ما عم دافع عنها، ولكن علميا أنا بدي أنصف كل المذاهب. براغماتية بتقول أي شيء فيه منفعة من حقي إني أتعامل فيه، وأي شيء بيحقق لي شيء جديد بنفسي أو بيعطيني ميزة جديدة لنفسي طبيعي جدا إني أتعامل فيه. لذلك يا جماعة البراغماتية لأني مذهب منفعة ومذهب فائدة قالت لك إنه أنا ما بؤمن بأي تعليم إلا عن طريق التجربة. انا بدي اشوف بعيني، انا بدي اجرب بنفسي لحتى افهم انه هذا الشيء صح او لا. فالغلو في البراغماتيه هو السلبي، اما كمذهب او مدرسه لا لا، ما في شيء اي من السلبيه ابدا. وانا من نوع من الناس، انا كعبير متقدمه جدا في العلم وحاليا بمرحله دكتوراه وعندي ابحاث كثير، ما بقدر زم باي مذهب. ليش؟ لأن كل مذهب فيه له إيجابيات فيه له سلبيات، ولكن المشكلة بمين بالمذاهب؟ مو المذاهب نفسها، المشكلة بالمعتنقين لهي المذاهب وعم يطبقوها وبيصلحوا انهم عم يطبقوها وهن عم يسيئوا او عم في لهم تجارب سيئة وسلبية. فالناس مين بتوصف بالسلبي؟ المذهب اللي هذا اخذ فيه. هلا كثيرين نحن احلى شيء فينا الإسلام، تمام؟ فمن سلوك حدا واحد او اثنين ثلاثة فلان من الناس من المسلمين، الغرب بيقول لك كل المسلمين ارهابيين وكلهم استبداديين وكلياتهم ظالمين وكلهم هيك وكلهم هيك. لا لا لا، الاسلام ما في اجمل منه في الدنيا. سلوك واحد او اثنين سلبيين من الاسلام ما بيحكم عن الاسلام كله. وانا هيك عم اقول كمان البراغماتية سلبيات او واحد او اثنين ثلاثة سلبيين فيها، ما معناته ان البراغماتية سلبية. خلينا هلا نشوف شو هو التعليم بالنسبة للبراغماتية، وهذا اللي بيهمنا بصراحة. التعليم هو عمل جماعي أو اجتماعي يتم القيام به لتربية الأفراد كأشخاص أكفاء وأقوياء وفعالين. شوفوا يا جماعة، التعليم بالنسبة لإله شيء كتير حلو. تربية، شوفوا لاحظوا، مو تعليم ها، تربية أفراد ليصيروا أشخاص أكفاء وأقوياء وفعالين. في هذه العملية يكون التعاون بين الفرد والمجتمع أمر ضروري جدا، ووفقا للفلسفة البراغماتية يجب أن يشمل المحتوى اكتساب المعرفة والمهارات والسلوكيات التي يمكن استخدامها في الحياة. يا الله ما أجمل هالحكي. إذا المعرفة شو هي؟ اكتساب المعرفة، أو عفوا يجب أن يكون المحتوى هي اكتساب المعرفة والمهارات والسلوكيات. لاحظوا، معرفة يعني علم، مهارات وسلوكيات يعني هذا الشيء اللي بدربهم عليه لحتى يحصلوا عليه، هو هذا اللي اسمه التربية، هذا اللي اسمه التربية. المهارات والسلوكيات هي التربية يا جماعة التي يمكن استخدامها في الحياة. فأنا ما عم جيب إنسان لحتى أعلمه ألف باء واحد زائد واحد يساوي اثنين، لا، مهمتي مو هون. مهمتي الحقيقية إنه أطلع إنسان يكون عنده سلوكيات يمكن يستخدمها في الحياة اعتمادا على فهم الموضوع والمحتوى في التعليم. نظرا لأنها عملية تعليمية فهي تتضمن أنشطة للممارسة بدلا من التركيز على المعلم. هون بقى شوي إلى حد ما عم بيعملوا عملية التعليم عملية تفاعلية، يعني مو فقط المعلم هو الأساسي فيها. طبعا المعلم هو رقم واحد وسبق وحكينا هالحكي، أو طبعا عفوا هدول الواقعيين. هون البراغماتية قالت إنه العملية هنا ليست فقط تركز على المعلم، وإنما أيضا لابد أن يكون للطالب حصة فيها، وبالتالي يسود النهج الشامل الذي يركز على المتعلم. يعني معناته أنه ركزت على المتعلم أكثر من المعلم. ووفقا للفلسفة البراغماتية فإن طرائق التدريس القائمة على الملاحظة والتجريب يجب أن تستخدم في البحث العلمي في عملية التعلم، وهذا مهم جدا. أنه أنت بدك تتعلم شيء كطالب تروح بتعمل تجربة المخبر تستنتج لحالك. يعني انا ما بجيب لك كل المعادن تتمدد بالحراره، لا، بتروح انت على المخبر
وبتعرض الحديد والنحاس والألمنيوم والزنك و إلى آخره إلى المعدن. بعدين بعد ما تخلص تجربة اثنتين ثلاثة تجي لعندي أنا مدرستك في الصف، أنسى عبير أنا اكتشفت إنه كل المعادن تتمدد بالحرارة. شوف على الكلمة، أنا اكتشفت، فأنا اللي وصلت للمعرفة، أنا اللي وصلت للمعرفة وما استنيت أنستي عبير لحتى قالت لي إياها. هذا أجمل ما في العلم في الفلسفة البراغماتية، إنه بتقول للمتعلم روح أنت تعلم. طبعا هون مين شو مهمة المعلم؟ يوجه ويساعد ويصحح ويساعد على كمان يكسب مهارة معينة مطلوبة تكون موجودة عند هذا عند هذا المتعلم. فطرائق التدريس إلنا قائمة على الملاحظة والتجريب، تستخدم في البحث العلمي في عملية التعلم، وفي هذه الفلسفة من الضروري إجراء التقييم، وهذا مهم جدا، وفقا لاكتساب الطلاب ووفقا لقدرتهم على الاستخدام والتطوير في الحياة الاجتماعية، فيتم اعتماد مناهج تطوير البرامج التي تركز على المتعلم في برامج التعليم العملي. في عنده دائما تقييمات مستمرة ونشوف مدى قدرتهم ومدى التطور اللي اكتسبوه في حياتهم العلمية والاجتماعية. في الفلسفة البراغماتية ينظر إلى التعليم على أنه عملية اجتماعية، ويتم التأكيد على 3 وظائف أساسية للمدرسة، والتي بموجبها تتمثل وظائف المدرسة في توفير بيئة معيشية مع بيئة مبسطة، وتحقيق التوازن بين الناس في البيئة الاجتماعية. بينما يؤدي المدرسة هذه الوظائف فإنها تهدف إلى تضمين جهود الديمقراطية والمشاركة. لاحظوا يا جماعة، عم نربي هذا الطفل لحتى يكون شخص اجتماعي، فبدي أوفر له بيئة معيشية مبسطة، بدي أحقق التوازن ما بين الناس أو ما بين الأطفال بهدول البيئة الاجتماعية. طبعا التعليم مو فقط على الأطفال، وإنما كل المراحل العمرية حتى نوصل للجامعة. فالمدرسة تؤدي هي الوظائف، فمن خلال الوظائف تهدف إلى تضمين جهود الديمقراطية والمشاركة، يعزز عندهم القيم السياسية إلى حد ما اللي هي الديمقراطية والمشاركة، وتهدف البيئة الطبقية الديمقراطية لتنمية الفرد من خلال إنشاء أنشطة يشارك بنشاط في الدرس، بمعنى انه يكون كل الدراسه عمليه مشاركه. انا هون ايش بكون عم ساوي بالفرد؟ عم بعزز عنده قيم المشاركه والديمقراطيه. فالمدرسه ليست اعدادا للحياه ولكن الحياه بحد ذاتها. هون رفع من قيمه المدرسه كثير. المدرسه مو مهمتها فقط تعدك للحياه، وانما الحياه كلها بنجيبها بنحطها في المدرسه. طبعا التعامل مع برنامج التعليم وفق البراغماتيين بيحتاج كتير كتير من التغييرات، وكتير كتير من الخبرات، وكتير كتير من القدرات اللي ممكن ما تتوفر عند الجميع. بقي من وقت اللينك الأول 6 دقايق، نحاول ناخد برنامج التعليم العملي عندهم. أجرى البراغماتيين العديد من التغييرات، مثل ما حكيت من شوي، في برنامج تعليم اللي يتطلب عملية تعليمية طويلة، ويظهر استخدام الطلاب للنشاط النشط للمواد الخام والأنشطة العقلية بتشتمل الجوانب الوظيفية للتجربة. ويضيف برنامج المدرسة البراغماتية نشاط الممارسة، وهذا مهم جدا، وكذلك نشاط المعرفة من أجل تحويلها إلى منهج يفيد الطالب حقا ويطور قدراته. وبدلا من الالتزام الصارم بالمنهج، سيحاول الطلاب التغلب على المواقف الإشكالية من خلال النظر إلى الجانب الإرشادي للمنهج وجانب الترتيب الداخلي للصف. طبعا هيدي بتكون بترجع لطريقة تعامل المعلم مع هذا المنهج، وطريقة تنفيذ هذا المنهج وفق التعاليم التربوية ووفق البرنامج التربوي المتكامل اللي بيتعامل مع عملية التعليم حسب البراغماتية. البراغماتية نظرا لأن الشيء الحقيقي هو التغيير، وهي بديهية، تظهر جميع أنواع المعرفة نتيجة تفاعل الناس مع بيئتهم. يجب تضمين جميع مجالات الاهتمام في الحياة في برنامج تعليمي، لأن التعليم مدى الحياة، ويجب أن يكون هذا البرنامج مرتب كل شخص من البسيط إلى المعقد، من الملموس إلى المجرد، كشرط أساسي لبعضه البعض. هلا هون مش معناته الحكي، معناته انه يجب تضمين كل مجالات الحياة والاهتمام في كل اشكال السلوكات والتصرفات في الحياة ان تكون موجودة ضمن البرنامج التعليمي. وهذا البرنامج يجب ان يكون مرتب من البسيط الى المعقد، وهذا طبيعي جدا، من الملموس الى المجرد، من شيء مادي امامي الى شيء بعقلي مجرد، كشرط اساسي. ويجب اختيار المحتوى المصمم لجذب الطلاب
ليش بس ايش يعني جذب الطلاب؟ لما بيجذب الطلاب لهذا البرنامج التعليمي وبنجح بهذا الأمر، فالتعامل عندهم أو التعامل معاها عندهم راح يكون سهل وسلس ومحبب، بيخليه يعتنق بالفعل. السلام عليكم، نكمل لكان ما وصلنا إذا سمحتوا. معلش إذا سمحتوا اللي فاتح المايك يسكره بعد إذنكم. أوكي، خلينا نوصل أو وصلنا لعند المذهب الوجودي. الوجودية يا جماعة هي، أو خلينا نقول بعد ما خلصنا البراغماتية وفهمنا موضوع البراغماتية وقلنا أنه البراغماتية قائمة على التغيير وتظهر جميع أنواع المعرفة نتيجة تفاعل الناس مع بيئتهم، ويجب تضمين جميع مجالات الاهتمام بالحياة في برنامج تعليمي، لأن التعليم هو مدى الحياة. برجع بقول لكم إذا سمحتوا، أماني اللي عنده مايك مفتوح يسكره، صوت البيبي اللي عندي. إذا سمحتوا ما بدي أعمل ميوت لكل الموجودين، إذا سمحتوا. إذا يا جماعة البرنامج، ببرنامج التعليم حسب البراغماتية يجب أن يكون مرتب من البسيط للمعقد والملموس إلى المجرد كشرط أساسي يبني بعضه البعض أو لبعضه البعض، ويجب اختيار محتوى في هذا المنهج حسب اهتمامات الطلاب لجذبهم، ويشمل النظرية والممارسة على حد سواء. بمعنى الجذاب الذي يجب أن نخلقه يشمل الممارسة والجانب النظري. إذا سمحتوا يا جماعة لميوت صوت الأولاد عندي، إذا سمحتوا. لا حياة لمن تنادي، يبدو انه الزميله ترك الموبايل بين ايدين اولادها ما عم تسمعنا. لا اله الا الله. طيب الوجوديه، الوجوديه هي الوجوديه المتبادله في اللغه، وهي حركه فلسفيه تهدف الى تحرير الناس من الاغتراب، اي مما يضع الانسان في مركز شيء معين، وتحاول أن تحرر من التمركز في مكان معين أو ضمن فكرة معينة. والعمود الفقري للفلسفة في الوجودية هو الإنسان. أبرز ممثليها نيتشه، معروف أنه نيتشه هو رائد الوجودية على، خلينا نقول، على مر العصور. وأيضا في عنا كارل جاسبر وجان بول سارتر، أو جون بول سارتر، صراحة اسمه جون بول سارتر. الفلسفة الوجودية حسب العلم أو وفقا للعلم يجب أن يخلق التعليم الفرد ويطور الحرية، بما أنه هي بتدور حول الإنسان أكثر شيء، فهدفه أنه يتطور الحرية عنده، ويجب تحديد الضغوط وتحييدها، بمعنى أنه ما يخلي أي شيء يضغط على الإنسان ويحد من حريته، ما نخلي أي شيء يضغط على الإنسان ويحد من حريته ويحد من، خلينا نقول، قدرته على الحياة، ويكون في أي شكل من أشكال الضغوط اللي ممكن تعيق حريته. بالنسبة لهذه الفلسفة، هدفها ليس تحقيق الانسجام بين الأفراد، ولكن الهدف هو تحقيق الانسجام الذاتي. يعني ما بتهتم بعلاقة الإنسان مع الآخرين، إنما بتهتم أكثر شيء بعلاقته مع نفسه وحريته، وما يكون في عنده أي ضغوط بتمارسه على هذا الإنسان. وليس إذا الهدف مو هو تحقيق الانسجام مع الآخرين، وإنما انسجام الذاتي للإنسان. تعتمد الوجودية على دراسات مركزة على تنمية الفرد. أهم شيء عند الوجودية هي تنمية الفرد في هذا العالم اللاعقلاني، حيث يكون وجود الفرد هو موضوع البحث، ووجود الإنسان هو محور كل شيء في العملية أو في الفلسفة الوجودية، وحتى في العلم أيضا يجب أن يكون محور على العملية التعليمية هو الإنسان نفسه فقط. وبالنسبة للمعلم، الطالب هو الموضوع. أهم شيء بالنسبة للمعلم أن الطالب هو الموضوع، موضوع العلم، والمعلم ليس أداة تستخدم لتلبية احتياجات المدرسة أو المجتمع، فيجب أن تسمح المدرسة للفرد بالعثور على نفسه. فمهمة المعلم هنا
أن يساعد الطالب أو الإنسان المتعلم أمامي لحتى يعثر على نفسه. ويمكن تلخيص بعض سمات التعليم الموجودة على النحو التالي: 1- الغرض الأساسي من التعليم هو السماح للناس بإدراك أنفسهم، يعني أنا بدي أدفع هذا الإنسان ليدرك نفسه، ويجب أن يختبر الطالب نفسه وليس المدرسة والمعلم. فالطالب هو نفسه بده يدرك نفسه وهو بيختبر نفسه أيضا، فهون ما في عملية تقييم لا من المدرسة ولا المعلم، إنما المقيم الوحيد هو الطالب نفسه. ووفقا للمدرسة الفلسفة الوجودية، يجب أن يكون أحد الأهداف الرئيسية للتعليم هو تطوير القدرات المعرفية والعاطفية عند الفرد. فالمدرسة إيش بتساوي؟ المدرسة إيش بتساوي؟ بتطور القدرات المعرفية والعاطفية عند الفرد، ويتم تحديد أنا عم أقضي محاضرة 3 أرباع إضافات لإلكم. خير إن شاء الله. يجب أن يكون أحد الأهداف التعليمية مثل ما حكينا تطوير القدرات المعرفية والعاطفية للفرد، يتم تحديد تطور الطالب وفقا لقدرته على إنتاج الأفكار، ويجب أن تكون أهداف التعليم هي وفقا دائما للمعايير والقيم الإنسانية. فالعملية التعليمية هدفها رفع القيم الإنسانية والمعايير الإنسانية، ودائما يجب أن يكون العملية التعليمية بتدور كلها حول القيم الإنسانية، والمعرفة هي من صنع الإنسان وليس التكرار الموجود فيها. ويمكن تلخيص بعض السمات الفلسفة الوجودية في سياق مجالات الدراسة العامة على النحو التالي: في السياق الأنطولوجي يعني الوجودي، يمكن طرح الآراء التالية فيما يتعلق بالفلسفة الوجودية حسب هايدغر اللي هو أحد أعلام الوجودية: فإن الأثرية هي شكل من أشكال الوعي لا يمكن تطويره تلقائيا، أثرية يعني أثر الآخرين أو أثر الإنسان في نفسه، أي هي حالة ذهنية عقلية بحتة، الإنسان يخلق نفسه وينظر للآخرين ويقيم نفسه بالمرور من خلالها، بمعنى أنه علاقته مع الآخرين هو اللي بيقيمه. شلون بيقيمه؟ بيقيمه من خلال المرور أو التعامل مع الآخرين. ومن المتوقع أن يخلق الإنسان نفسه في حرية ويشعر بالمسؤولية عنه. يعني هون ما في حرية مطلقة يا جماعة، إنما في حرية مقيدة بمسؤولية. مين اللي بيقيدها هي المسؤولية؟ نفسه الإنسان، فهو نفسه بيسعى وراء حريته ونفسه بقيد هي الحرية بشيء من المسؤولية. المقيم الوحيد لكل هي العملية هو الإنسان نفسه. هي مشكلة الوجودية إلى حد ما ألغت أثر العمليات، أو خلينا نقول العملية التربوية، وألغت أيضا أثر المدرسة، وألغت أيضا أثر المعلم، إلا في شيء إلى بالحد البسيط، الحد البسيط فقط، بمعنى أنه ما بتتدخل بتطوير الإنسان لنفسه، ما بتتدخل بعملية تكوين الإنسان لنفسه، ما بتتدخل بتكوين القيم، ما بتتدخل بتكوين المعرفة، إنما اللي بيقوم بكل هيدي المهام الإنسان نفسه. من وجهة نظر معرفية يمكن التعبير عن الأفكار التالية: بعض خصائص شخصية الإنسان مثل القلق والأرق هي بداهة. عم تقول الوجودية إنه من خصائص الإنسان القلق والأرق، وهي بديهية جدا، والمعرفة هي الوعي بأن نكون معروفين. بالنسبة للوجوديين المعرفة ليست موضوعية ولا مؤكدة. إذا سمحتوا يا جماعة، كرمال الله كرمال الله، عملوا الميوت، الطلاب عم يحضروا معي أكثر منكم، الأولاد عفوا، صوت مو طبيعي يعني. نشوف مين ما حاطط ميوت، اعتذر يعني رح يروح من وقت المحاضرة، هيك ما بيصير صراحة، أبدا ما بيصير. ما في غير أنا بس شايل الميوت. طيب منين عم يجي الصوت؟ خلاص أنا قررت أحكي مع العميد بالأمر. إذا بالنسبة للوجوديين المعرفة ليست موضوعية ولا مؤكدة، بمعنى أنه ما في معرفة خارج عن إطار الذات. ليش؟ لأني هيدي الفلسفة بتركز كتير على الشخصية الإنسانية وعلى الذات الإنسانية، لذلك ما بيؤمنوا أبدا أنه المعرفة موضوعية، يعني أنه مستقلة عن الذات. نكمل، أعتذر عن الانقطاع لأني راح النت شوي، بس يعني الحمد لله رجع فورا.
أوكي، فبالنسبة للوجوديين يا جماعة، ما في معرفة موضوعية ولا يمكن أن تكون معرفة لاحقة أو بديهية، فالمعرفة هي نتيجة الحياة البشرية والتصاميم، بمعنى أنه خبراتي أنا بكون من خبراتي بكون المعرفة من خلال تصميماتي أنا. وفقا للوجودية، المعرفة الحقيقية لا يمكن تصورها، والواقع يتم تعلمه أكثر من خلال الشعور. فينا نقول أنه ذهبت بعيدا جدا الوجودية في هذا الإطار، حتى أنه اعتبرت أنه المعرفة كلها ما هي موجودة إلا من خلال شعور الإنسان فيها، إلا من خلال الواقع اللي بيعيشه الإنسان. طبعا المعرفة موجودة ولا يمكن أن ننكر المعرفة. يعني هلأ أنا وصلت لمرحلة الدكتوراه، لحديت هلأ بعتبر حالي أني لسه ما عرفت شيء وبدي كثير لحتى أتعلمه. الوجودية غالت كثير بقيمة الإنسان، بوجود الإنسان، بحياة الإنسان، وحاولت أنه يعني تبعد عن أي أو خلينا نقول تبعد الإنسان عن أي عمل آخر إلا من خلاله هو، وأي معرفة وبنفس الشيء أي معرفة بعيدة عنه ليست معرفة. يعني أنكر المعرفة كلها إلا من خلال الإنسان. بالنسبة للتعليم أو قبل التعليم، القيم يا جماعة أيضا من خلق الإنسان، هو الإنسان هو اللي بيخلق القيم، وهي هون فينا نعتبر أنه إلى حد ما في تطرف بالنسبة لموضوع القيم والأخلاق أيضا على حد سواء، مثل ما في تطرف بالمعرفة أيضا في تطرف بموضوع القيم والأخلاق. التعليم من وجهة نظر الوجودية بشكل عام يعتمد فهم التعليم الوجودي على موضوعات الليبراتية والفردية وتحقيق الذات للفرد، بمعنى أنه بتدور فقط حول الفرد. ووفقا للفلسفة الوجودية، النظرة الأساسية من حيث الغرض من أنظمة التعليم هي فقط تشجيع الطفل على أن يكون فردا حرا، ولا ينبغي استخدام التعليم كعنصر ضغط. ممكن تكون هيدي سؤال أتمتة، ما هي المدرسة التي تؤكد أن أنظمة التعليم هي التي تشجع فقط الفرد على أن يكون حرا، فقط أن يكون حرا؟ سؤال أتمتة كتير حلو، بحط لكم أنا عدة خيارات وأنتم بتنقوا بتعرفوا مين هي الفلسفة اللي أكدت على هذا الأمر، أنه كل الهدف من أنظمة التعليم فقط تشجيع الطفل على أن يكون فردا حرا، ولا ينبغي استخدام التعليم كعنصر ضغط، بمعنى انه التعليم ما لازم يلزم الطفل لا بواجبات لا بامتحانات لا بمذاكرات لا بانشطه لا باختبارات، ولا ابدا ابدا ابدا، انما هدفه فقط انه بتركز انه يجعل الانسان فرد حر. بهذا الصدد، وفقا لفهم الوجودي، يمنحنا الموت معنى الوجودي والعيش. طبعا هلا تدخلنا شوي باعماق الفلسفه الوجوديه، واللي انا الى حد ما بامن فيه ولا بستحبها دكتورة نهائيا. بعد إذنك، دكتورة تفضلي بعد إذنك تفضل. ممكن ترجعي تعيدي لنا هي الفقرة، اللي هي هي السؤال الأتمتة. اوكي راح اعد لك اياها. ما هي المدرسة التي تؤمن ان الغرض الحقيقي من التعليم هو تشجيع الفرد على ان يكون حرا؟ سهلة، بحط لكم خيارات وانتم بتقولوا لي هي الفلسفة الوجودية بس، ما اكثر من هيك. طيب بهذا الصدد نرجع بنقول، وفقا للفهم الوجودي يمنحنا الموت معنى الوجود والعيش، ويظهر في مقولة شائعة يعيش الإنسان كما لو أنه سيموت غدا ومن الضروري العمل ولك وكأنه لن يموت أبدا. هيدي المقولة عندهم جيدة، اعمل لنفسك كأنك ستموت غدا، أو اعمل لآخرتك كأنك ستموت غدا، واعمل لحياتك كأنك تعيش أبدا. هلا هاي إلى حد ما في شيء من الإيجابية، ولكن بالنسبة لألون يعني كلها بتدور حول الإنسان، يعني بتبعد عنه سياقه الاجتماعي وسياقه الأخلاقي وبتركز عليه فقط. ووفقا للفلسفة الوجودية، يجب أن يكون محتوى الموضوع عملية التعليم عمليات طبيعية بحتة، وحيثما كانت هناك حاجة إلى التعليم فقط فهناك إمكانية للتعليم، عندما تكون عملية التعليم طبيعية ومجانية ويصبح من الممكن التعامل معها بشكل لا نهاية، فالعملية برمتها لا يمكن تجميدها في مناهج أبدا. يعني هون إلى حد ما انكروا شوي من المعرفة أو بعدوا عن المعرفة، يعني فقط بتكون العملية يعني برمتها بعيدة عن المنهج وبعيدة عن المعرفة وبعيدة عن التعليم اللي، أو خلينا نقول إنه إعطاء الفرد معرفة أو إعطاء الفرد أي علم. فالمواضيع البشرية اللي هي الجريمة والخطيئة والمعاناة والمأساة والموت والكراهية ومحاولة شرح التفسيرات من المنظور الإنساني هي مواضيع المركزية بالنسبة للفلسفة الوجودية. أما فيما يتعلق بأساليب التدريس، فإنه يهدف إلى تضمين التقنيات والأساليب التي من شأنها تطوير الفردية. نرجع لنفس الكلمة،
الفرد وتطوير وحدة الفن والفكر بدلا من الدراسات الموجهة لحل المشكلات. يعني أنا اللي أعطيه للفرد هو فقط كل شيء بيطور فرده أو بيطور شخصيته وذاتيته، ويطور أيضا وحدة الفن والفكر بدل ما أني أعلمه كيف يحل المشكلة. وفقا للفلسفة الوجودية من الصعب القول أنه يتم اتباع عملية رسمية من حيث عمليات التقييم، فما في تقييم هون. ومع ذلك من المتوقع الانتباه إلى النقاط التالية في عملية التقييم حسب المتعلم الوجودي، ومن خلال النهج العام يمكن تلخيص انعكاسات الفلسفة الوجودية على التعليم بمبادئ حرية الفرد والمجتمع الحر فقط. يعني أكثر شيء انعكاساتها ظهرت بعمليات التعليم من خلال أنه نعلم أو ندفع الطالب إلى يكون في عنده حرية شخصية وأنه يعيش في مجتمع حر. فمن ناحية يهدف الفرد إلى إدراك نفسه بدلا من الوحدة الاجتماعية العامة. رجعنا للصوت يا جماعة، الله يرضى عليكم. سمعانين حديث البيبي، نحن ما عم نحضر محاضرة. ولا ما أخذين شيء عبد الله مشينا من قدام باب الجيم. والله بدو أخذ بي أهل الكمبيوتر. والله يا عبد الله خلص وصلنا على الجيم. خرج على الأول أين حال؟ قال أنا كل أشهر يوم أصلا قال أنا هنا حاسب يا مس اللي عم تحكي إذا سمحتي. يا مس إذا سمحتي بدك عندك حديث كملي بعيدا عنا، الله يرضى عليكي. بعرف تحطوا ميوت. ثناء، يا ثناء، يا ثناء هذا أنت يا ثناء، حط ميوت الله يرضى عليكي، وما عاش بدك المحاضرة فيك تغادري يا عمي الله يرضى عليكي. حديثك أنت والبيبي كلاته عنا عم يشوش كتير على التسجيل بعد إذنك. شوفي يا ساري رفعت ايدك، تفضل عم اسمعك. السلام عليكم، يعطيك العافية دكتورة. الله يعافيك، تفضل. دكتورة بس سؤال، إنه شو الفرق من ناحية المبدأ بالنظرية بين الوجوديين والواقعيين بعد إذنك؟ تمام، الواقعيين بيحاولوا إنه يعطوا الطفل أو العملية التعليمية كلها بتنطلق من الواقع، بحيث إنه نعطيه قدر الإمكان السلوكات المطلوبة فيه أو المطلوبة منه في حياته الاجتماعية، وبنفس الوقت بتحاول إنه تعطيه المعارف المطلوبة منه بحيث تكون شخصية اجتماعية صحيحة. بينما الوجودية ما بتنطلق من الواقع أبدا ولا بتعترف إنه في معرفة أبدا، بتقول إنه كل العملية التعليمية يجب أن تدور حول كيف يصبح الفرد حرا وكيف يعيش في مجتمع حر، بمعنى أنه حولت العملية التعليمية كلها لعملية ذاتية بحتة، بمعنى ألغت المدرسة، ألغت المعلم، وحاولت أنه تدور العملية كلها حول الفرد. بينما الواقعية لا، في معلم وفي مدرسة، المعلم له دور والمدرسة له دور والطالب له دور، في معارف لازم ياخذها، في سلوكات اجتماعية لازم ياخذها، في أخلاق لازم يتعلمها. وإذا بتنتبهوا ركزت العملية المدرسة الواقعية على التربية، لأني قالت إنه بنعطي شوي من المعرفة وهناك مهارات وسلوكات راجعة. مظبوط، وتشوف إنه ركزت على المهارات والسلوكات، بمعنى إنه أنا ما بدي أعطي هذا الإنسان فقط معرفة، إنما أنا بدي أعمل منه شخص يعيش في مجتمع يجب أن يتلقى القيم والأخلاق والسلوكات المقبولة اجتماعيا. مين اللي بيقوم بهي المهمة؟ ليس فقط الأهل إنما أيضا المدرسة. فالواقعية بتنطلق من الواقع وبتتعامل مع الواقع، وبتحاول انه يكون هذا الانسان اللي بده يكون موجود او الموجود عنده في العمليه ضمن العمليه التعليميه انسان يحمل قيم وسلوكات واخلاق المجتمع اللي هو عايش فيه. هي هيك انه هي منطلقه من الواقع تماما، عم تحاول انه تربي الانسان على كل شيء واقعي. بينما الوجوديه بعكسها تماما، الوجوديه تقريبا الغت المعرفه وجعلت كل العمليه التربويه تدور حول كيف أطور شعور الفرد بالحرية وكيف يعيش حرا فقط. تمام شكلها دكتورة. طلعت إيه والله، أهلا وسهلا يا ساري تكرم. شكلها هلا هو طلعت نعم. عفوا دكتورة، هو أنا سؤالي كان مشان موضوع تاني، إنه هلا إحنا حاليا طبعا هو شوي بعيد عن الدرس، ولكن بس مشان إنه أنا أفهم الشيء اللي أفكر فيه. فإحنا حاليا عم ناخذ منهج والدورف لما الأطفال ما قبل الروضة،
فأنا هون لما أنت عم تحكي عن الوجودية، منهج والدورف إنه ما بيعتمدوا على معرفة طاولة، بالنسبة للطفل لازم يتعلم مهارة، و عفوا لازم يتعلم مهارة ما لازم يتعلم معرفة. فهيك فينا نقول إنه تقريبا منهج والدورف قريب للوجودية أكثر من الواقعية. هل هذا المنهج اللي عم تعلموه للطفل مو فقط في مرحلة الروضة؟ ما قبل الروضة كمان. لا، اها، بالعكس، اذا ما قبل الروضة فهذا العمل ذكي جدا. احنا ليش؟ لان ما قبل الروضة مو مطلوب من الطفل انه يتعلم معرفة، مو مطلوب من الطفل، او خلينا نقول عقله لسه ما نضج الى الحد اللي بياخذ معرفة، بس فقط في الحدود البسيطة جدا جدا جدا. يعني هلا ذاك اليوم انا بنت اخوي اسمها اليسار، الله يخلي ولادكم، راحت على الروضة لسه بعد عمرها ما كملت 5 سنين. فلما اجت قلت لها شو تعلمتي اليوم؟ قالت لي تعلمت حرف. قلت لها شو هذا الحرف اسمه؟ قامت وقفت صفن الدقيقة، قالت لي بيقولوا له حرف الألف. كتر خيرها إنه عرفت، إنه أخذت حرف الألف. أما ما قبل الروضة مهم جدا يدرك الطفل نفسه، مهم جدا يدرك الطفل إنه هو ذات موجودة، هالذات هيدي تتفاعل مع الآخرين، تتعامل مع الآخرين، ولكن بنفس الوقت إنه يدرك ذاته. أكتر شيء يدرك ذاته، يعرف إنه في حواليه واقع، بده يتعلم هذا الواقع، ما مطلوب منه إنه ياخذ معرفة. قلت لي بيركز على شو؟ بس فيك تعيد؟ بيركز انه على المهارات، انه الطفل يتعلم مهارات اكثر ما يكون يتعلم معرفه. ونفس الشيء حتى صحيح؟ المناهج اللي بتقدم لذوي احتياجات خاصه كمان نفس الشيء تقريبا. المناهج هي تمام. بتهتم انه هالطفل ايه يلتم او يلمس البيئه المحيطه فيه قبل ما يلتمس معرفه. صحيح، هذا الصح. هلا ليك، لأن احنا ما كنا صغار كان في روضات، ولكن ما اغلبنا راح على الروضه. انا من الناس اللي ما رحت على الروضه. تمام، انا دخلت على المدرسه مثلكم كلياتنا بعمر ال6 سنوات. بعمر ال6 سنوات انت مؤهل تاخذ معرفه. تمام، عقلك والنضج عندك والنمو عندك صار بيناسب انه تاخذ معرفة، ولكن ما قبل ذلك مهم تدرك نفسك فقط، سلوكات مناسبة، اخلاقيات مناسبة، معرفة بسيطة، بحيث انه فقط يعني انت يعني الى حد ما عم تتأهل لتاخذ معرفة. اما ادراك او المهارات اللي عم تحكي عنها فهي ضرورية جدا لنمو شخصية الطفل، لان شخصية الطفل تتبلور من عمر السنة إلى عمر ال5 سنوات. تمام؟ تتبلور. إيش معنى تتبلور؟ يعني كفاءته وفعاليته في التعامل مع الحياة. فضروري جدا في هذه المرحلة إنه نعلمه هاي المهارات اللي عم تحكي عنها. هلا هي ما بدي أقول وجودية، ولكن لربما آخذة من المنحة الوجودي هيدي النقطة وعم تشتغل عليها. هلا يا جماعة، نحن ما بنعطيكم هيدي المناهج أو هيدي المدارس لحتى إنه كل واحد ياخذها ويطبقها. ممكن نحن ناخذ من كل مدرسة أو من كل مذهب ما ينفعنا في خلق عملية تربوية متكاملة. فأنا باخذ بالوجودية التركيز على المهارات مثل ما قالت، وباخذ من المواقعية التركيز على سلوك الطفل وسلوك المعلم، وإني أعلمه خبرات واقعية وكيف يكون سلوكه الاجتماعي صحيح. باخذ من المدرسة المثالية إنه تطوير العمليات العقلية والفكر، إنه بمعنى إنه حط الطفل أمام خيارات تجعل أو بتنمي، أو أمام فعاليات وسلوكات بتنمي عنده التعامل العقلي أو الفكر. فالهدف هو إنه يعني كل مدرسة إلى وجهة نظر، فيها سلبيات وفيها إيجابيات، واستطيع بكل بساطة أخذ الإيجابيات اللي بتساعدني وأترك السلبيات اللي ما بتساعدني. هاي هي القصة كلها. في كان حدا كمان رافع إيده؟ مين؟ دكتورة، أنا كان بدي أشارك إنه شوي هيك معلومات صغيرة. هلا في تفضلي. الطفل اللي مثلا قبل الروضة بحطوه بهي المرحلة، لأنه هو طفل بيحب الاستكشاف، كونه مثلا بالبيت ممنوع، لا لا كل شيء، إنه خوفا عليه من كثير شغلات وهيك، ما بيحب مثلا شغلات الألعاب لفترة كثير طويلة، مثلا ساعة ساعتين بمل منها. فهي لتنمية إنه هو الطفل بصير بيستوعب ويستكشف شو يعني هي، بغرض شو هي، بصير هو من كتر ما الطفل فضولي انه ليش ما هي انه افتحها مثلا على مستوى علبة مي، ليش ما انا افتحها واشوف هي شو بقلبها، او مثلا كان قدامه دفتر ليش ما انا افتحه واشوف انا اذا تنشق الورقة معي او ما بتنشق، على هذا المستوى.
فالطفل من عمر سنتين هو طفل بيستوعب تماما وذكي، ما في أي طفل يعني غبي. لعمر ال5 سنين هدول أساسيات الطفل. طبعا أنا اشتغلت على هذا المنهج بمركز، فكان هذا المنهج من ضمن الشغل الصراحة. فكانت من شغلات من الأمهات أو الأطفال اللي كانوا موجودين طبعا من عمر السنتين للخمسة، كانت هي طفولة مبكرة بالنسبة لنا، فكان منهاج كتير حلو. فما بعرف إذا كان من ضمن الفلسفة اللي عم ندرسها هلأ. لربما قلت لك لربما انه اخذ هذا المنحى من الفلسفه الوجوديه لاني بتخدم هدف. يا جماعه انا بقدر اخذ من اي مدرسه او مذهب ما يخدم اهدافي، هذا اللي بدي اقوله. طيب، يحتل الادب والعلوم الانسانيه، شكرا للمشاركه، اللي خلص مشاركته يعمل ميوت عشان الضجه اذا سمحتوا. يحتل الادب والعلوم الانسانيه مكانه مهمه جدا في العلوم او في التعليم الوجودي، وهالحكي صحيح يا جماعه. الوجوديين ادباء بكل معنى الكلمه، هدول ادباء لا غبار عليهم نهائيا، من ناحيه الشعر، من ناحيه المسرح، من ناحيه الروايات، متمكنين جدا ادبيا جدا. فلذلك الادب عندهم والعلوم الانسانيه اهم شيء. فالأدب هو فرع يشرح أهمية اتخاذ مجموعة متنوعة من الخيارات للطالب وهو أداة. يعلق المنهج الوجودي أهمية كبيرة على العلوم المعيارية أو التخصصات، ويقترح برنامجا مرنا وفقا للاحتياجات الفردية والاختلافات الفردية بدلا من البرامج التعليمية الجامدة وغير متغيرة. بمعنى أنه بيركز على كثير العلوم المعيارية، يعني يجب ولا يجب إلى آخره، ويقترح برنامج مرن للحاجة حسب الاحتياجات الفردية والاختلافات الفردية. يعني بمعنى المنهاج يراعي الاختلافات والفروقات الفردية، بدل من أنه أنا أعطيهم برنامج تعليمي جامد ممكن البعض يتعامل معه، ممكن البعض يكون سيء أو خلينا نقول أكبر من قدراته. يعارض برنامج الوجودي برنامج تعليمي الذي يتم تعديله للشخص العادي ولا يأخذ في الاعتبار الأنواع البشرية الأخرى. وفقا لهذا تذهب برامج تعليم اليوم إلى توحيد أعمى وقاتل، مما قد يؤدي إلى تدمير تنوع الأشخاص الناشئ عن اختلافات شخصية، وهيدي نفس النقطة عم نشتغل فيها. ويجادلون بأن البرامج التعليمية التي تؤكد على تنوع الطبيعة البشرية يجب تطويرها لمنع هذا الوضع، إنه بمعنى هالتوحيد هذا ممكن إنه يقتل ويدمر الأشخاص حسب الاختلافات الفردية. قلت لكم لربما البرامج الموضوعة تكون تحتاج إلى مستوى ذكاء معين لا يتوفر عند الجميع. هذا اللي بتعارضه كثير الوجودية وبرنامج التعليم الوجودي، لأني بتحاول إنه يكون في عندها برامج مثل ما قلت لكم تكون مرنة حسب الاحتياجات الفردية والاختلافات الفردية. نظرا لأن الطلاب الفرديين يؤخذون كأساس في التعليم الوجودي، يجب تنظيم البرامج التعليمية بطريقة تضمن التطور الحر. رجعنا لنفس النقطة للفردانية الإبداعية، لهذا يجب أن يكون عالم الشخص هو الأساس وليس عالم الأشياء. بمعنى انه اهمل الامور اللي خاصه بالحياه او الموجود او الموجودات ويمكن العالم الطبيعي، وركز فقط على الانسان، على العلوم اللي بتخص الانسان. لان ليكو شو هي اكثر شيء الامور المهمه عندهم؟ الادب والعلوم الانسانيه. هذا الشيء بيرجع حتى بتكوين برامجهم التعليميه، لذلك لازم تكون متضمنه للتطور الحر للفردانية الإبداعية، ويجب أن يكون عالم الشخص هو الأساس وليس عالم الأشياء، لأن التعليم في الوجودية ليس لجيل سعيد إنما من أجل سعادة الفرد ورفاهيته. يعني بمعنى بتهمل المجموع وبتركز على سعادة الإنسان فقط. ليبرالية. بي عنا 9 دقائق لتخلص محاضرتنا، أي سؤال لحديت هلأ قبل ما ندخل في الليبرالية بعد إذنكم؟ إذا عند حدا عنده سؤال أنا جاهزة. يعطيك العافية. مفهوم كله يا جماعة؟ بس سؤال، تفضل. أنا سألتك على الوقت إنه عن طريقة الحفظ أو إيش نحفظ أو إيش نلخص، أنت قلتي لي إنه بجاوبك بالمحاضرة الجاية نتناقش في هذا الأمر. تمام. انت عم تقلي انه كيف بدنا نحفظ وكيف بدنا ندرس واذا في بالتلخيص ولا لا. إيه تمام، انا مقرره اني اول شيء احكي بهذا الامر مع العميد واساله عن كثير امور بتخص الماده، والعميد هو المرشد الاول لهذا الامر. هي واحد. النقطه الثانيه، اكيد ما حتدرس الماده اذا ما اعطيتكم تعليمات وتوجيهات لها. يعني انا بقول لكم قبل المذاكره لازم يكون عندكم مذاكره قريبه،
قبل المذاكرة بقول لكم مثلا ما هي الفقرات اللي مهمة جدا بالنسبة لي وكيف تحفظوها، وبنفس الوقت رح نتفق أنا والعميد مع على نظام الأسئلة. إذا كانت أتمتة فهذا الأمر بيسرني صراحة، لأني أنا بدي أتمتة. أنا من خلال دراستي الجامعية الأتمتة كانت موجودة عنا، وأنا بحب هذا النظام لأن هذا النظام هو اللي بيركز على فهم طالب وحفظه بنفس الوقت، بمعنى أنه يعني بيبين لي مقدار حفظ وفهم الطالب من الناحيتين. هاي شغلة. الشغلة المهمة جدا أنه رح تدرسوا أنتوا أوريدي للمذاكرة القادمة اللي رح تكون يمكن خلال الشهر القادم، لابد تكون خلال الشهر القادم إن شاء الله. دراستكم للمذاكرة رح يوفر عليكم كتير من العناء بالدراسة للامتحان، لأن أنتوا أوريدي رح تحفظوا نص المنهج تماما. تمام، فقبل ما تحفظوا نص المنهج هذا رح تاخذوا مني التعليمات المناسبة للحفظ. تمام هيك؟ إذا في أي تمام سؤال يا ثاني أنا شكرا. جاهز. أهلا وسهلا، تكرم. حد عنده سؤال يا جماعة؟ السلام عليكم. يعطيك العافية، أهم شيء جوابك. وعليكم السلام، تفضلي. الله يعافيكي أنت، شكرا. تفضلي. يعطيك العافية دكتورة. الله يعافيكي، يعني تفضلي. دكتورة هلا بمشان المقرر بتفضلي نكتب، تبعتي لنا إنه التلخيص نكتبه كتابة إلا بنطبعه طباعة وندرس من خلاله؟ هلا انتم طلاب سنه اولى ما هيك؟ إيه نعم، أنا سنة أولى. تمام، كلكم سنه اولى، هذا مقرر سنه اولى. طلاب السنه الاولى بيكونوا فايتين بالحياه بالدراسه بشكل عام. لا تاكلي اياهم. والله يا أنت، والله بدخل ما بعرف كيف بدي أدرس، يعني إنه بنسى. مثلا أنت عم تبعتي لنا تلخيص بنكتبه، يعني عن جد مثل ما عم تقولي، يعني داخلين بالحيط وما بنعرف كيف ندرس. سلامتكم. خلاص اوكي، انا راح اعطيكم بعض الارشادات وبعض التوجيهات وبعض الفقرات المهمه جدا بالنسبه لنا. بالنسبه للتلخيص، انا ما بفرض تلخيص على حدا ولا بعمل ملخص لحدا، سوري للكلمه، يعني انا ما بعمل ملخص ابدا في موادي. طول فتره تدريسي بالجامعه ما بعطي ملخص ولا بعمل ملخص. هلا الطالب بده يلخص الفكره باسلوبه وبطريقته، هذا يعني بيرجع له. اما انا بقول لك على الشيء المهم وطريقه الحفظ والدراسه فهذا واجبي. تمام، اما اني اقول لك لخص لك او اقول لك لخصي فهذا ما لي علاقه فيه نهائيا. تمام، بدك تلخصي الفقره حسب فهمك وبتشوفي انت المناسب فيها والمهم فيها وبتكتبيه وتاخذي عليه علامه، كتر خير الله. تمام، اما اذا كان تلخيصك لافكار ما هي مطلوبة في الامتحان فهذا شأن تاني، أنا مالي علاقة فيه، ما بدخل. فما بقول لك لخصي ولا بلخص لك، بدك تلخصي أنت هذا شأنك يا عيني. إذا بتعتبري إنه هذا طريق مناسب لإلك للحفظ والقضاء على هذا الفوبيا اللي داخلك إنه تجاه المادة فهذا لا، يعني ما عندي مشكلة أبدا. أنا المهم عندي إنك تدرسي وتطلع من هيدي المادة في عندك خلفية معرفية جيدة، تمام، للتعامل مع الـ الـ مع مع القادم، يكون في عندك خبرات وعندك معرفة تتناسب مع كونك بالأيام رح تكوني معلمة ومعك إجازة جامعية في التربية. لا شو لازم دكتورة، أنا تحفظ؟ بهمني أنا الإرشادات والنصائح اللي بتقدميها أنت، يعني أكيد هي هي اللي بتفيدنا. ما هي عم أقول لك هيدي واجبي، هاي واجبي وهيدي ما منية أنا، يعني مهم جدا إنه كل شيء في الكتاب مفيد تاخذوه، وكيف كمان طريقة الحفظ والمعرفة فيها كمان تاخذوها مني. فأنا عم أقول لكم قبل الامتحان أو قبل المذاكرة، سوري قبل المذاكرة رح تاخذوا مني كل شيء مناسب لحتى تدرسوا هيدي المادة. منيح هيك؟ الله يعطيك العافية يا رب، الله يعطيك العافية دكتور. أهلا وسهلا. تمام، يعني بقي في عنا رح يكون، يعني أي رح يكون المطلوب ضمن الملف إلا نعم، ننسخ المقرر، هيك أنا بقول. انت ما يعني نسختيه؟ المطلوب أنا لسه ما نسخته، أنا ما لي كم يوم لسه مداومة، عرفتي؟ انت شو اسمك؟ سحر، اهلا سحر وسهلا يا الخطيب. سحر، اهلا وسهلا يا سحر. انت الله جديد يعني عم تحضري الله معنا المادة؟ يسلمك يا رب. صار حضرت محاضرة وهي الثانية، اوكي وكنت بعتذر طبيعي. منك، يعني لا بدي لا اوكي أسألك اوكي بس. شو تفضلي؟ ما عم بصير فرصة. ما شاء الله كانت محاضرتك الماضية يعني كتير، كانت يعني فيها حماس وكنت مشدودة إلك كتير، فما حبيت قاطعك، عرفتي؟
ولا يهمك عزيزتي، بالعكس هذا واجب لك. مخاوفك من المادة طبيعية وما بقدر أنكر عليك نهائيا، بس استني فقط محاضرتين تانيات، وإذا ظلت هيدي المخاوف مثل ما هي راجعيني معلش. الله يعطيك العافية يا رب. تمام دكتورة. أهلا وميت سهلة يا عيني، أهلا وميت سهلة. تمام، نحكي شوي هيك هابا شي بسيط، لمح عن الليبرالية لأني ما عاد في وقت إنه نحكي أكثر أو نستفيد. المناقشات حول الليبرالية واسعة جدا، وكثيرين كثيرين بنقابلهم بحياتنا، أشخاص بنقول عنهم بعد ما يتعامل شوي أو بعد ما نشوف بعض التوجهات والأفكار عندهم بنقول له هاد ليبرالي. فشو معنات الليبرالية؟ الليبرالية يستخدم بشكل عام من أصل كلمة ضد الحرية، الكلمة ضد الحرية، بمعنى أنها يعني إلى حد ما بتحاول، أو بمعنى أصح قبل ما نحكي فيها بالتفصيل الممل، الليبرالية إجت من مذهب اقتصادي وضعه سميث، ويل سميث I think، نسيت الاسم، أنا عندي عقد بحفظ الأسماء. بتقوله بيقول فيها دعه يعمل دعه يمر، يعني أعطيه الحرية إنه قدر الإمكان يعمل يحقق لنفسه هدف معين أو يحقق لنفسه فائدة من نوع ما. فالليبرالية هي أيديولوجية وتقليد سياسي وتيار فكري يعتبر الحرية القيمة الأساسية في الحياة. تمام؟ فالحرية أو بتركز على الحرية، طبعا مو مثل نفس السياق الوجودي يا جماعة، في اختلافات كبيرة بيناتهم. بعد ما ناخذ الليبرالية ونفهمها بنعرف شو الفرق بينه وبين الوجودية. الليبرالية هي تعتبر الحرية هي القيمة السياسية الأساسية في الحياة، لذلك الليبرالية بتعتبر فهم سياسي اجتماعي واقتصادي أوسع بكتير من أنها مجرد اتجاه فلسفي، يعني بخص الحياة كلها، بخص الحياة كلها، بمعنى أنه بالسياسة ليبرالي، بالحياة الاجتماعية ليبرالي، بالعمل الاقتصادي ليبرالي. طبعا هو كمصطلح ظهر أول شيء اقتصاديا، أول شيء اقتصاديا، ولكنه تطور لحتى شمل مناحي الحياة كلياتها، وهي ليست فقط توجه فلسفي مثل الوجودية، إنما هي شيء بيشمل كل الحياة. الليبرالية في المصطلحات المعاصرة هي أيديولوجية القرن ال19، بمعنى أنه ظهرت في هذا القرن وتوسعت، بدأت مع الاقتصاد. بيبرس هلأ بده يحضر، أهلا وسهلا يا بيبرس، بإنا دقيقة لنخلص. ظهرت مع الاقتصاد ولكنها اتطورت لتشمل كل مناحي الحياة، وظهرت في القرن ال19 وهي أيديولوجية ليبرالية أكثر من البرجوازية، أي إنها أيديولوجية البرجوازية الجديدة، بمعنى أنه هي العقائد والأفكار اللي كانت موجودة على إيدين البرجوازية الجديدة التي تريد المساواة أمام القانون ومع كل الطبقات، مع رجال الدين والطبقة الأرستقراطية. بمعنى أنه هون بما أنه عم تركز على الحرية وبالذات الحرية السياسية، أرادت أن تحقق المساواة أمام القانون، بمعنى أن القانون هو اللي بيحقق هيدي المساواة مع كل طبقات المجتمع، أول رجال الدين المتسلطين، وثاني شيء الأرستقراطيين اللي هن